السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الدكتور ناصر قعب العلوي، رئيس قسم الأسنان في برج الأطباء. حضرات المشاهدين، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة شهر رمضان الكريم. عاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية، وتقبل الله طاعاتنا وطاعاتكم وعملنا وأعمالكم إن شاء الله. بداية نحب إن احنا نتكلم عشان موضوع طب الفم والأسنان في رمضان. شهر رمضان الكريم لازم هناك يكون عناية خاصة بهذا المكان من الجسم، خصوصا بسبب تراكم البكتيريا في أماكن التراكيب، في أماكن في اللسان، في الحلق، إلى مرورا بالمعدة. تراكم البكتيريا هذا سببه الجفاف، والجفاف هو بسبب قلة شرب الماء. الموضوع هذا كبير بس لازم نحن نختصره في عدة دقائق. شرب الماء الكافي عند السحور أولا، ثانيا تنظيف الأسنان ثلاث مرات على الأقل بفرشاة ناعمة وليس خشنة. الفرشاة الخشنة تسبب لنا نزيف لثة والتهاب لثة بسبب جفاف اللثة اللي سبق وتكلمنا عنه بسبب قلة شرب الماء. جفاف اللثة في هذه المنطقة إذا تم التفريش بفرشاة خشنة أو بشدة أو بطريقة خاطئة سيؤدي إلى نزيف اللثة في هذه المناطق. لذلك ننصح بالفرشاة الناعمة. طريقة تنظيف الأسنان بشكل دائري لكل سن على حدة لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق. أصحاب أمراض اللثة أو التراكيب التي تحتها موجود التهابات عليهم باستخدام مضادات الكلوروكسيدين مرتين على الأقل، مرة بعد السحور ومرة بعد الإفطار. ننصح ايضا بتنظيف الاسنان بعد وجبه الافطار بنصف ساعه وبعد وجبه السحور بنصف ساعه. ننصح ايضا الاكثر من السلطات، الاكثر من الخضروات والفواكه. هذه الاطعمه تساعد على العنايه الفائقه بالفم والاسنان. فيها الكثير من الالياف، فيها الكثير من المياه، نسبه الماء في الخضروات والفواكه عالية جدا، فبتعوض عن فقدان الماء اللي احنا صرنا نعانيه بسبب الصيام والاجهاد. ننصح ايضا الاطفال، هم اكثر عرضة للتسوس بسبب الاسنان اللبنية. ننصحهم بتجنب الافراط في تناول الحلويات خصوصا في وجبة الافطار او وجبة السحور. كثر السكريات يؤدي الى يعني تكاثر البكتيريا بشكل كبير، بيسبب هذا الشيء كمان اذا كان طفل صائم بيسبب تراكم الكنز، يعني البكتيريا تجي على طول تستولي على الاسنان وتبدا بالتسوس. مشكله ايضا هي في امراض اصحاب امراض السكري، يعني فوق الجفاف اللي هو طبيعه الصيام يؤديها، كمان مرض السكر بيؤدي الى جفاف الفم، سيشكل تقرحات ويشكل نسبة التهاب ليست سهلة في اللثة. لذلك ننصحهم بتناول أدويتهم في الأوقات المحددة وبانتظام شديد خصوصا في هذا الشهر الكريم. الكثير من الناس يسألون في شهر رمضان أصحاب التراكيب، اللي مركبين التراكيب خصوصا سواء الثابتة أو المتحركة، يسألون دائما عن النزيف. في حال صار نزيف هل يؤدي للإفطار؟ أو طبعا هو نزيف دون تعمد، فهو نزيف تلقائي يحدث بسبب التهاب اللثة، لا يؤدي للإفطار. أيضا في حال الالتهاب الشديد تحت التراكيب أو في تقاوم الأسنان لابد من مراجعة الطبيب سواء في فترة الصيام أو ما بعد فترة الصيام. العلاج مهم في هذه الفترة خصوصا، تكون صحة الفم مهددة، عرضة للالتهابات خصوصا بسبب تراكم البكتيريا. الصائم يكون طول النهار وهو في جفاف بسبب الصيام، وفترة الليل أصلا هي فترة تكاثر البكتيريا في الفم نظرا لقلة إفراز اللعاب. لذلك عليهم مراجعة الطبيب في أي حالة نزيف أو حالة ألم في تراكيب، اللي مركبين التراكيب أو مركبين التقاويم أو مركبين تثابيت التقاويم. الموضوع كبير، يعني مجال واسع جدا نحن نتكلم على ماذا يسبب ايضا جفاف الفم في مكان اختصاصنا احنا في الفم والحلق. ذكرنا الاسباب التي تؤديها تراكم البكتيريا من رائحه كريهه ومن
فنعيد العناية التامة، لابد من تفريش الأسنان لمرتين على الأقل، مرة ما بعد الفطور بنصف ساعة، ومرة ما بعد الإسحار بنصف ساعة، نتجنب للمرة الثانية الفرشاة الخشنة أو التفريش بقوة مفرطة، لأن أصلا اللثة بتكون جافة فبتكون عرضة للالتهاب أو الخدش أو الجرح. نستخدم الفرشاة الناعمة بحركة دورانية لمدة 3 دقائق للفم كاملا، كل سن على حدة بحركة دورانية. أصحاب التراكيب وأصحاب التهابات الفم والتقرحات ننصحهم باستخدام المضمضة الكلوروكسيدين لمرتين على الأقل ما بعد تفريش الأسنان، لتجنب أي التهاب في هذه الفترة، خصوصا من إعياء الصائم المتعبة وزحمة الوقت في هذا الشهر الكريم. ليس بالضرورة بمكان من هم مركبين لابتسامة هلود أو الفينيرز أو عدسات الأسنان عرضة بشكل كبير للالتهاب أيضا. فأني أمتلك فم وحلق نظيفين في هذا الشهر تحدي كبير جدا. ننصح أيضا بماء البقدونس، لو غلي ماء البقدونس للناس اللي عندهم تحسس من الهيكسيدين أو المبوضات، أو يعمل بشكل كبير على إفراز رائحة طيبة للفم. طبعا فيروس كوفيد 19 لا زال موجود، يعني لا زال الخطر قائم، لابد من الاهتمام بنظافة الحلق فهو والفم، فهم مدخل الفيروسات، ونهتم بارتداء الكمامة أيضا في الزحام وفي المسجد. وشهر رمضان يعني بسبب جفاف الفم بيكون أسهل للفيروس التكاثر في هذه المنطقة أو الالتصاق بهذه المنطقة. نكرر، شهرنا الكريم بحاجة إلى عناية فائقة على بشكل خاص، خصوصا في هذا الشهر الكريم. ذكرنا سبب عدد الفيروسات اللي ممكن التصاقها في الفم بنفس الوقت وبسبب جفاف الفم، وذكرنا تراكم البكتيريا في هذه المنطقة، تراكم الأطعمة تحت التراكيب والتقاويم بسبب كمان قلة إفراز اللعاب وبسبب قلة شرب الماء. الفم هو مدخل للأطعمة، مدخل للأمراض. ننصحكم بالاهتمام الشديد في هذا الشهر الكريم لتجنب أي التهاب أو شيء لا سمح الله قد يضربكم في هذا الشهر الكريم. طبعا نحن كأطباء أسنان في الشهر الكريم نعذر ونصفح كثير، لأنه يصير في تأخير من مرضانا في مواعيدنا، ضغط الوقت في هذا الشهر الكريم يؤدي أيضا إلى التكاسل، مثلا حد صار عنده تسوس أو ألم عصب أو تركيبا انكسرت، أو يصير في تكاسل. فحبذا لو أنه الواحد يهتم أكثر شوي. نحن نعفو يعني باستمرار عن عدم الحضور في الأوقات في أوقات مواعيد أو التخلف عن أوقات المواعيد، لكن لا يأخذوها الفرصة يعني المراجعين. نرجو أن هذه النصائح إن شاء الله وصلتكم. كل عام وأنتم بألف خير، وشهر كريم علينا إن شاء الله، وينعاد علينا وعليكم باليمن والبركات إن شاء الله.